كان سيراتو هي سيارة من الوهلة الأولى تبين إنه منا منطقية، بس ولكن لما بيختبرها الشخص بيكتشف إنه هي المنطق بعينه. خلينا نختبر سوا هالسيارة المجنونة. بالبداية على صعيد تصميم الخارجي، أول شغلة بتلفت نظر بلامبورجيني هوراكان سيراتو هي ارتفاعها أو خلوصها المرتفع عن سطح الأرض. سيارة سوبر رياضية طبعاً، محرك مثبت بوضعية وسطية، سيارة سوبر رياضية تصميمها كله بيوحي إنه هي سيارة لازم تكون ملتصقة بالطريق، بس ولكن هالسيارة بشكل مختلف وغريب عندها ارتفاع عن سطح الطريق. هذه السيارة أعلى بمقدار 44 ملم بالمقارنة مع فئات هوراكان التقليدية، وهذا أكثر شيء بميز تصميم الخارجي. بس ولكن أكيد التصميم الخارجي لهذه السيارة في عنده كتير اختلافات. منبلش بهالأغطية حوالين أقواس العجلات اللي بتجي بتحميها من البحث، لأن هذه السيارة بتمشي مثل ما قلنا بمناطق الوعرة، المناطق المشقوقة بس ولكن الغير معبدة. هون بتكون المتعة القصوى بقيادتها. بدك تسوق هذه السيارة، بدك تسوق على طريق مشقوقة بس ولكن غير معبدة. بالعادة سيارات هوراكان تجي عندها تبريد لمحركها العشر اسطوانات من هيدي النقطة، من هون هذا مأخذ الهواء ببرد المحرك. بس ولكن مع هوراكان سيراتو لحمايته من الأتربة، لحماية المحرك من الأتربة والأوساخ خلال القيادة بالمناطق الغير معبدة، تم تجهيزها بهيدي القناة لتبريد المحرك، بيكون من خلال هيدي القناة. كمان في عنا القطبين على السقف لتحميل الحاجيات يلي بتحتاجها خلال القيام بمغامرة خارج الطرقات المعبدة على متن هذه السيارة، والمصابيح الإضافية، مصابيح الرالي بسمونها، المصابيح الإضافية اللي موجودين هون، هول منهم تجهيزات إضافية تم إضافتها على السيارة من خلال طرف ثالث. لا على العكس، هول بيجوا من المصنع، هول من المواصفات القياسية على متن هوراكان سيراتو. طريق لامبورغيني هوراكان ستراتو وعلى وضعية القيادة سترادا اللي هي مخصصة للقيادة على الطريق بشكل عادي، مثل ما بدل اسمها سترادا يعني الطرقات. سيارة بتكون أول شيء صوت المحرك ما بيكون كتير مزعج داخل المقصورة، فيك تسمع الشخص اللي قاعد حدك وتتبادل معه أطراف الحديث بكل سهولة وبكل وضوح. الوضعية القيادة والأكيد بتحسها مرتفعة على الطريق، لأنه هذه السيارة أكيد أعلى بمقدار 44 ملم من هوراكان العادية، يعني خلوص الأرض اللي عندها إياه هذه السيارة هو أعلى ب 44 ملم بالمقارنة مع هوراكان العادية أو النسخ العادية من هوراكان. كمان نظام التعليق بصير لين أكثر، والسيارة بتقدر تستخدمها بشكل يومي بكل راحة. هذه الميزة الأساسية لهذه السيارة، راحة التعليق بتكون موجودة وبتحس فيها بنسبة كتير كبيرة. الوضعية القيادة الثانية المتوفرة على متن هذه السيارة هي الوضعية سبورت. الوضعية سبورت كمان مخصصة للقيادة على الطرقات العادية، الطرقات المعبدة، بس ولكن هون بيكون في عندك الأداء الأعلى من السيارة، استجابة أسرع لدواسة الوقود، المقود بصير أتقل، ونظام التعليق كمان بيقدر يضبط الحركة الديناميكية للسيارة بشكل أفضل. فرصة نضغط المحرك منوقف حكي ومنضغط ونستمتع بهالصوت الإيطالي الرائع يلي ناجم عن محرك من 10 اسطوانات بتنفس طبيعي سعة 5.2 لتر بولد قوة 610 حصان. هيك محرك وهيك صوت بيفرض حضوره على تجربة قيادة، وبيفرض كمان حضوره وقت اللي بتسمح لنا الظروف ان نضغط عليه، بيفرض حضوره حتى على عملية التصوير اللي عم نقوم فيها هلا. فاعذرونا اذا قطشنا شوي لحتى نستمتع بهالمحرك. بهالمحرك الرائع بنسكت. لما العشر اسطوانات تاعو اللامبورغيني بيحكوا الكل بيسكت. رفع خلوص السيارة بمقدار 44 ملم بالمقارنة مع الفئات العادية من هوراكان فرض على لامبورغيني انه تخفف السرعة القصوى. هذه السيارة سرعتها القصوى بتوصل ل 260 كم بالساعة، اكيد بدل من 300 شيء على الفئات العادية من لامبورغيني كانوا بيقدروا يوصلوا لهالسرعة، طبعا لنفس المحرك ونفس المواصفات، بس ولكن ليكون في مستويات امان اكثر، ولا كمان نظام التعليق يكون بليونته خلال القيادة على الطرقات الغير معبدة قدران انه يضبط الحركة الديناميكية للسيارة بشكل افضل. من الافضل انه ما نوصل لسرعات فوق 260 كم بالساعة، ولا هيك هذه السيارة محددة سرعتها القصوى على 260 كم بالساعة. وضعية القيادة رالي اللي هي الاساس بهذه السيارة
مخصصة لاستخدام لامبورغيني هوراكان ستيراتو على المسارات المشقوقة بس ولكن غير المعبدة. هذا المكان المثالي لتستمتع بتجربة القيادة اللي هيدي السيارة بتأمنها، سواء كانت مليئة بالتراب أو بالتلج بالمناطق اللي بتكون موجود فيها تلج وجليد، هيدي السيارة بتأمن لك تجربة قيادة المثيرة والمميزة اللي هي إذا بدكم يمكن وحدة بتأمنها، لأنه المنافس لهذه السيارة هي بورش داكار. بورش داكار عندها يمكن قدرات أكثر على اجتياز المناطق اللي فيها عوائق أكثر، بس ولكن لامبورغيني فضلوا مع هذه السيارة أنه يعتمدوا على قيادتها على المسارات المشوقة بس ولكن الغير معبدة، والقيادة بسرعة على المسارات هذه لتكون تجربة قيادة مثيرة، مثيرة مثل ما هي لامبورغيني. يعني إذا بدكم بهيدي السيارة بتاخد لامبورغيني وبتاخد تراث لامبورغيني والأداء الشرس تبع لامبورغيني بتاخده للمناطق الوعرة بشكل أكيد ديناميكي أفضل من أوروس اللي هي إذا بدكم أول سيارة أخذت أداء لامبورغيني وتراث لامبورغيني إلى المناطق الغير معبدة. أكيد بنقول أوروس هي أول سيارة مش الأم 002 اللي إجت قبل منها اللي انتجت بالثمانينات، لأنه الأم 002 كانت أكثر سيارة عسكرية، كانت أكثر سيارة مخصصة لعبور مناطق الوعرة بس ولكن يمكن مش بنفس السرعة ونفس الأداء ونفس الأداء الديناميكي اللي بتتمتع فيه سيارات لامبورغيني وبنعرفه عن سيارات لامبورغيني السوبر رياضية. بينما أوروس كانت شوي أكثر ميلة أكثر لأنه يكون في عندها أداء لامبورغيني أو أداء اللي بينسجم مع تراث لامبورغيني بالمناطق الوعرة، هيدي السيارة راحت للأقصى. سيارة سوبر رياضية بس ولكن مع خلوص مرتفع للقيادة بالمناطق الغير معبدة.